فري فلاي إحدى الشركات الرائدة والسباقة في الإمارات العربية المتحدة في مجال الأجهزة ذات التحكم عن بعد والخدمات المتعلقة بها. الشركة بدأت في عام 2007 بشركة اللي كانت تسمى جوي كورنر، والشركة كانت متخصصة في مجال الهوايات. من خلال رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المبتكرة لتطوير الأعمال، أصبحت الشركة الآن معروفة بطرحها لمجموعة من المنتجات المتميزة والخدمات ذات الجودة العالية والخبرة الفنية. إحدى هذه المنتجات التي تخصصت فيها فري فلاي هي الطائرات بدون طيار، الدرونز. الشركة الآن أصبحت معروفة في مجال الدرونز في مراحلها المتعددة، بدءا من التصنيع إلى خدمات الصيانة والتصليح. وأيضا ضافت على ذلك فري فلاي استخدام بعض التقنيات العالية والكاميرات ذات الجودة العالية مثل تقنية الـ 4K. كثير من الشركات داخل دولة الإمارات اللي خلتنا نتساعد نحن وياهم ونطور أفكارهم، ركز كأي شيء يطلبوه منا على حسب شيء يخدم مصالحهم. تعاملت الشركة مع عدة مؤسسات إعلامية وجهات حكومية وخاصة وحتى بعض الجهات الشرطية داخل دولة الإمارات، وقامت الشركة بتقديم دورات تدريبية لهم، وحصلت الشركة على عدة جوائز تقديرية بالإضافة إلى استمرارية الجهود المشتركة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد التطور التكنولوجي والخدمات الإلكترونية. نظراً للارتباط العميق بين الدرونز والتصوير، تعاوننا مع عدة مؤسسات إعلامية منها قناة دبي الرياضية، وقمنا برعاية برنامج سيلفي الذي تم تصويره بكاميرات جو برو، الفكرة التي لاقت استحسان الجمهور ونالت إعجاب الكثيرين. من فري فلايز وأيضا سبيد هوبز، خالد البيدي. عادة الطائرات بدون طيار تستخدم في عدة مجالات وعدة تطبيقات، من هذه المجالات والتطبيقات المجال الأمني أو المجال الصحي أو المجال الاقتصادي. على سبيل المثال في المجال الصحي تعمل الدرونز على توفير الخدمات بكفاءة عالية بسرعة، وتؤمن إمكانية الوصول إلى الأماكن التي تحتاج الكثير من الوقت. تطبيقات على المجال البيئي، فعلى سبيل المثال بإمكان الدرونز الوصول إلى المحميات البيئية، القيام بتصوير الحياة البرية بشكل طبيعي جدا، بشكل سلس جدا، لا حاجة لتدخل الكثير من الأيادي العاملة. ما نود أن نقوله هنا أن شركة فري فلاي تقوم بخدمة متكاملة من الألف إلى الياء، من عمليات التصنيع، تطبيق الطائرات واستخدام تطبيقاتها بشتى المجالات، عمليات الصيانة، عمليات التصليح، خدمة ما بعد البيع، وهذا ما قل وجوده في الإمارات العربية المتحدة. طبعاً الدرون ما عاد صار هو شيء ترفيهي، هو صار شيء أكبر من موضوع إنه يكون ترفيهي، صار موضوع تقنية. أكيد صار الدرون جزء ما بيتجزأ من حياتنا، صار من الضروري وجوده، وصار من الضروري إنه نشتغل عليه ونطور فيه بما يخدم دولة الإمارات العربية. فإن شاء الله الله يوفقنا بإنه نحسن نساوي أي شيء يخدم المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة.